مجلس الوزراء يناقش الأوضاع الأمنية في البلاد ويؤكد التصدي بكل حسم للشغب داخل الجامعات. على وقع أزمة القرم، واشنطن وموسكو تتبادلان العقوبات الاقتصادية، وبان كي مون يدعو إلى ضبط النفس. مع تزايد وتيرة العنف في ليبيا، حكومة طرابلس تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لمحاربة الإرهاب. الثامنة مساء هنا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية أو فترة إخبارية شاملة تأتيكم من على شاشة النيل الأخبار، نصحبكم فيها في شق السياسي. دينا مفتوح إليكم. أمل نعمان، تفضلي أمل، معك البداية. شكرا لك دينا، أهلا بكم، وهذه هي تفاصيل الأنباء. بحث مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. كما ناقش الاجتماع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة والأوضاع في الجامعات المصرية في ضوء ما شهدته بعض الجامعات من أعمال عنف من جانب الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية. وقد استعرض المجلس جهود الحكومة لتشجيع الاقتصاد وضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. جدد مجلس الوزراء تأكيده على ضرورة التصدي للشغب بالجامعات مع توقيع عقوبة الفصل حال ارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع العملية التعليمية. وخلال مؤتمر صحفي، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح إلى أن المجلس دعا طلاب الجامعات إلى الانتظام في العملية التعليمية حرصا على مستقبلهم ومصلحة الوطن. أكد على التصدي الفوري والحاسم لأي محاولات لإثارة الشغب أو التخريم من الجامعات، وأيضا شدد على الدور المحوري للسادة رؤساء الجامعات في القيام أو تحمل مسؤولياتهم لمواجهة تلك الأحداث، سواء الخروج على الأعراف الجامعية العريقة أو ما شابه، وتحويل كل من يقوم بذلك إلى التحقيق وتجديد أقصى عقوبة مع إمكانية تطبيق عقوبة الفصل طبقا للتعديل الذي تم في قانون تنظيم الجامعات مؤخرا. أيضا مجلس الوزراء طالب جموع الطلبة بالالتزام بالعملية التعليمية والاستمرار في الدراسة، وأهاب بأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسات التعليمية ببذل كل الجهد للتواصل والتفاهم مع أبنائنا الطلبة. مرة أخرى أكد أيضا مجلس الوزراء على الدور المحوري والهام ل مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لما لهما من دور كبير، سواء في تعزيز مفاهيم الوسطية أو الاعتدال، أو تأكيدا لقوة مصر الناعمة سواء في المنطقة العربية أو في الإقليم الدولي بشكل عام. أيضا أهاب المجلس بكل وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع بإعلاء مصالح البلاد فوق أي مصلحة شخصية في هذه المرحلة الدقيقة. قال وزير الصحة عادل العدوي إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وجه تعليمات لوزير المالية هاني قدري بالاجتماع باللجنة المعنية لبحث قانون كادر الأطباء للتوصل إلى صيغة توافقية حوله. وأضاف العدوي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن لجنة الإضراب وافقت على تطبيق الكادر الخاص بالأطباء على مراحل بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء مؤخرا. والمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم لنا عبر الهاتف من مجلس الوزراء منذر أبو ضوح مراسل النيل إلى هناك. منذر، بعد التحية، هناك ملفات عدة ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، ما هي أهم وأبرز هذه الملفات والقرارات التي خرج بها المجلس اليوم؟ بالفعل اليوم كانت هناك قرارات ومناقشات ثرية في الاجتماع اليوم، وكان أهمها الاهتمام المجلس بمحدودي الدخل من خلال مشروع التمويل العقاري ودعم الدولة والبنك المركزي لعملية التمويل العقاري، وخاصة بعد لقاء السيد رئيس الوزراء بالأمس هشام رمزي محافظ البنك المركزي وقرارهم بدعم البنك المركزي للبنوك في عملية التمويل العقاري محدود الدخل وتحمله نسبة الفائدة الكبرى التي كانت دائما هي المعوق الأساسي أمام عملية التمويل العقاري المحدود الدخل.
كذلك ما تابعناه مع مناقشة الملفات الأمنية وحادث الأمس، وكذلك ما كان في الجامعات وتأكيد الحكومة على أن على رفضها ومحاربتها للإرهاب وتوفير كافة الدعم للجهات الأمنية سواء وزارة الداخلية أو الجيش في محاربته للإرهاب، وصدور حزمة القوانين التي من شأنها تكفيف منابع الإرهاب. نعم، أشكرك جزيل الشكر من مجلس الوزراء منذر أبو ضوحة مراسل النيل على هذه المتابعة. أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بمنح أعضاء الوفد المصري في قضية تحكيم طابة وسام الجمهورية من الطبقتين الأولى والثانية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. نصت المادة الأولى من القرار على أن الأوسمة تقديرا لدور أعضاء الوفد في المواجهة القانونية الطويلة التي توجت باستعادة الوطن لطابة ورفع العلم المصري عليها في 19 من مارس عام 1989. قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسلمت المضبوطات من المواد المتفجرة والمفرقعات التي تم تحريزها بواسطة أجهزة وزارة الداخلية خلال العملية المشتركة لمداهمة الأوقار الإرهابية بمحافظة القليوبية بالأمس. وأفاد المتحدث أن المضبوطات شملت عدد 20 برميل بلاستيك تحتوي على مادة الأنفوش شديدة الانفجار بإجمالية 1580 كيلوغرام، وعدد 21 برميلا آخر يحتوي على مواد متنوعة شديدة الانفجار بإجمالي 1370 كيلوغرام. كما شملت المضبوطات 30 قنبلة يدوية وعدد 31 مفجر كهربائي وعدد من المعدات التي تستخدم في صناعة المتفجرات. تمكنت قوات الأمن من ضبط 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المشاركة في تنظيم المظاهرات والتعدي على المنشآت الأمنية. من ناحية أخرى ألقت قوات الأمن على 38 من عناصر المشتبه بهم وتدمير 20 نفق بشمال سيناء. ومشاهدينا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف ماهر إسماعيل مراسل النيل من سيناء. بعد التحية ماهر، ضعنا على آخر أو أطلعنا على آخر المستجدات لديك هناك. نعم دينا، هذه العناصر التي ألقى القبض عليها خلال حملات أمنية أمس اليوم هي من العناصر المشتبه فيها التي تقوم الجهات المختصة بفحصهم، البعض منهم عناصر مطلوبة لجهة الأمن على خلفيات متعددة، هذا إضافة لما ذكرت في خبر الحملات الأمنية مستمرة يوميا. اليوم استهدفت حملة أمنية عدة مناطق في العريش ورفح والشيخ زويد أو خفض 17 من العناصر الخطرة المطلوبة لجهة الأمن، بينهم 3 عناصر مطلوبين لتنفيذ أحكام. الحملة دمرت 12 منزلا في رفح والشيخ زويد وأحرقت 5 عربات و14 دراجة بخارية بدون أوراق أو لوحات معدنية كانت تستخدم في استهداف أفراد الأمن وآلياته، كما أحرقت 19 عشة كانت تستخدم نقاط انطلاق لاستهداف عناصر الأمن أيضا، إضافة لتدمير 7 فتحات منطقة تهريب البضائع في المنطقة الحدودية من رفح فضلا عن تدمير 4 محال تجارية. حملة أمنية أخرى أوقفت 9 من عناصر الجماعة المحظورة بينهم 6 أفراد يعملون في مديريات الخدمات بالتعريش وثلاث تجار لمشاركتهم في تسيير المظاهرات والتحريض على العنف ضد أفراد الأمن ومنشآته. إليكم هنا. نعم، من سيناء ماهر إسماعيل مراسل نيل، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. قامت حملة مشتركة من الجيش والشرطة بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الفيوم. شارك في الحملة محافظ الفيوم الدكتور حازم عطية والذي شدد على ضرورة الإزالة الفورية لكافة التعديات بالبناء أو تشوين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وللمزيد من المتابعة والإيضاح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حازم عطية محافظ الفيوم. سيادة المحافظ، بعد التحية، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث هذه التعديات مرة أخرى؟ أستاذ أمل، احنا النهاردة كنا في حملة كبيرة قوي بيساهم فيها طبعا رجال الشرطة والقوات المسلحة لإزالة الكثير والكثير من التعديات على الأراضي الزراعية وأيضا على اللي بيبني بالمخالفة
على املاك الدوله او على الطريق العام من ازالات مختلفه. احنا الحمله دي بنهدف فيها اولا طبعا منع البناء على الارض الزراعيه من حيث المبدا، وانه نمنع تجريف الارض وتحويل الارض الزراعيه لمباني خرسانيه ضخمه. ثانيا ان احنا بنلفت النظر لان يعني حق الدوله اصبح دلوقتي اللي كان مستباح، لا، حق الدوله يجب ان يعود اليها، وانه ده حق مشروع، وانه مش كما يعتقد مع الاسف وده الاحساس اللي يعني اصبح دلوقتي سمة، انه كل من يرغب ان يستولى على ارض الدوله يفعل ما يشاء والدولة بتتفرج. لا، احنا نزلنا بحملة ضخمة جدا مشارك فيها اكتر من 50 رجل شرطة وقوات مسلحة، هدفها فعلا يعني ترك انطباع تواجد الدولة على الارض وانه حق الدولة مكفول ليها. اشكرك جزيل الشكر دكتور حازم عطية محافظ الفيوم على هذا الايضاح، شكرا جزيلا لك. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 5 من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، قاموا بإحراق 5 سيارات شرطية ومدنية بعد أن كونوا خلية تسمى خلية مولوتوف تستهدف التعدي على ضباط الشرطة وحرق سياراتهم. وقد وجدت الأجهزة الأمنية وبحوزتهم سيارة ومبلغ مالي قدره 15,000 جنيه وأوراق تنظيمية ومطبوعات مدون عليها إشارة رابعة. وبمواجهاتهم اعترفوا بارتكاب وقائع حرق سيارة رئيس وحدة مباحث مركز الفيوم وحرق سيارات شرطية ومدنية أخرى. يتطلع المصريون إلى مستقبل أفضل بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وانتهاء المرحلة الانتقالية. يرى المحللون عدد من الملفات يجب أن يضعها الرئيس القادم.